مغرقة في فيسبوك تعرض 14 مليون مستخدم للخطر. مؤخراً مشكلة جديدة بإعدادات الخصوصية الخاصة بالفيسبوك. هي المرة الثغرة كشفت بوستات ملايين المستخدمين وحولت خصوصيتها للببليك أو العام، حتى لو كانت هي البوستات نازلة للأصدقاء فقط أو الفريندز أونلي. الثغرة بحسب فيسبوك أثرت على 14 مليون مستخدم، وإذا كنت من الناس اللي تأثروا بالثغرة هي فغالباً وصلك تنبيه من تطبيق الفيسبوك عن طريق الإشعارات ومكتوب فيه التالي: اكتشفنا مؤخراً خطأ تقني بين 18 و 27 أيار أدى لتبديل الجمهور إلى العام وأثر على المنشورات. بعدها تطبيق الفيسبوك بيستعرض أعدادات الخصوصية لكل بوست متأثر بالثغرة. إيرين إيجن رئيسة قسم الخصوصية بشركة الفيسبوك قالت في بوست إلها ب7 الشهر إنه المشكلة بدأت لما كان الفيسبوك عم بيطور طريقة جديدة لمشاركة أشياء مميزة على البروفايل. وفسرت إيجن إنه باعتبار الشغلات المميزة بتنزل بخصوصية العام أو الببليك، اتأثرت البوستات العادية وتحولت كلها للعام. صحيفة الفيسبوك الرسمية على تويتر أكدت أنه ما تم تغيير خصوصية البوستات من الأصدقاء فقط للعام، وأنه يلي صار هو اقتراح أنه تكون بوستات عامة بدل ما تكون للأصدقاء فقط. الخلل الأخير يلي أثر على فيسبوك إجا بعد فضيحة متعلقة كمان بخصوصية المستخدمين، ويلي دخلت فيها شركة كامبريدج أنالتيكا واستخدمت بيانات المستخدمين لأغراض تجارية ولحملات الانتخابات السياسية يلي صارت في أوروبا وبأمريكا. أكدت إيجن أنه تعلموا بالشركة من الخطأ الماضي، وقالت: سمعنا الأصوات بوضوح كافي، يجب أن نكون أكثر شفافية حول كيفية بناء منتجاتنا والتوضيح كيف يتم استخدام بيانات ضمن هذه المنتجات بما فيها الأمور الخاطئة، وهذا ما أود إيضاحه هنا. ليش هالمرة غير كل مرة؟ لأن حتى لو كانت الثغرة اللي امتدت من 18 إلى 27 أيار عرضية وتم تجنبها وأثرت مثل ما قال الفيسبوك بس على البوستات اللي تم نشرهم ضمن هالفترة، إلا أنه برأي كتير مختصين هالمرة الثغرة مختلفة وإلها بعد تاني لثلاث أسباب مهمة. أولاً، لسهولة وبساطة كشفها، يعني سهل كتير نعرف إنه تم تغيير إعدادات الخصوصية ومين رح يشوف بوستاتنا على الفيسبوك، وبالتالي عدد كبير من الناس فقدوا ثقتهم بالفيسبوك. ثانياً، ما فيها الشركة تلوم طرف تاني مثل المشكلة اللي صارت مع كامبريدج أنالتيكا ويلي خلت الفيسبوك ببساطة يقدر يطلع منها، لأنه ألقوا اللوم كله مباشرة على الطرف الثالث يلي أساء استخدام بيانات المستخدمين. أما هون المشكلة بيتحمل الفيسبوك بشكل مباشر. ثالثاً والأهم، أنه ممكن خطأ بشري بسيط يأثر على خصوصية ملايين البشر، خصوصاً أنه كثير من المستخدمين متواجدين بأماكن عمل صارمة أو عايشين بدول حرب وغير مستقرة، وأي خطأ بالخصوصية ممكن يعرض حياة المستخدمين للخطر. بكل الأحوال، هي فرصة لمراجعة إعدادات الخصوصية والأمان على الفيسبوك من خلال الضغط على Privacy Shortcuts أو اختصارات الخصوصية، لنختار مين حابين يشوف منشوراتنا والمعلومات الأساسية الخاصة فينا على البروفايل. وخلينا نتذكر دائماً المعلومات المهمة والحساسة مو مكان أبداً على الفيسبوك، حتى لو كان الخيار Only Me أو فقط أنا.